صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضل. عندنا النهارده ان شاء الله هنعمل اخيرا الكفته اللي احنا المفروض نعملها من يوم الاحد، كل يوم ناجلها عشان الوصفات بتبقى كتير. ببقى عايزه ابقى مركزه معاكم. عملنا اول يومين برجر بالجبنه تشيكن ستريبس، كمان عملنا شيش طاووق مشوي، عملنا كمان ايه الوصفه اللي عملناها مع التشيز برجر، عملنا كمان قدمنا كذا طريقه للانش بوكس، مره بالعنب الفاكهه مع الخضار، مره كمان حطينا الطماطم الشاري والتفاح الاخضر، امبارح كمان حطينا شوكليت، اول امبارح كان في كوكيز، كان في كمان لبن بالفراوله. يعني مدياكم كده كذا طريقه للانش بوكس. النهارده هنعمل الكفته، هنعملها بالبيض والبقسماط مقليه، لو انتوا عايزين تشوها ما فيش مشكله، وهنعمل كمان توست بالجبن. خلاص، محتاجين لحمه مفرومه يبقى فيها نسبه دهون بسيطه، محتاجين فلفل الوان، بقدونس، طماطم، بيض، بهارات اللحمه او بهارات الكفته مع جوز الطيب، بصل مبشور حبه صغيرين، وهنقدم معاها طحينه وتوم وليمون وميه دافيه مع كزبره وكمون وبابريكا. وهنقدم الوصفات النهارده في عيش تورتيلا خفيف وظريف وبيبقى حلو قوي. خلاص، طيب هنحط اهو اللحمه المفرومه كده هنا، هنحطها هنا كده. دي بتبقى سهله لما بحطها كده تتعجن في ال، لو احنا مش عندنا متوفر في، ممكن واحنا عند الجزار نقول له لف لنا اللحمه لفتين او ثلاثه حتى بدل لفه واحده. خلاص، بتبقى ناعمه وسهله التصبيع. حطيت البصله، هحط الفلفل، خلاص هحط البقدونس عشان كده الولاد ياكلوا الحاجة فيها كده كمية خضار حلوة. خلاص، بهارات وجوزة الطيب، فلفل الاسود، الملح، تمام. هحط بيضة واحدة عشان تبقى مغذية كمان اكتر، ممكن نستغنى عن البيض بس انا هحط بيضة واحدة. هجيب دي كده، افتحها، هحط دول، ريحتها حلوة قوي على فكرة، ريحتها جميلة جدا. هشيل الحاجات اللي اتفرمت خالص، الفلفل والبصل مع البقدونس عاملين للحمه ريحه جميله جدا. نشيل بس كده دول، خلاص
طيب اهو هعمل شويه من غير بيض وبقسماط وشويه بالبيض والبقسماط. خلاص خلينا كده بدول ولو احتاجت حاجه تتفرم ابقى ايه افرمها. هنبتدي بالساده الاول اللي هو من غير بيض وبقسماط. نفتكر مع بعض عملنا ايه. حطيت لحمه مفرومه فيها نسبه من الده، حطيت معاها بيضه، ملح وفلفل اسود، جوز الطيب وبهارات كفته، حطيت بقدونس ونص فلفلايه بالظبط خضره ونص فلفلايه حمراء. خلاص اهي بقت جاهزه اهي. نشيل بس ايه ده كده ونريح نفسنا ممكن، ونقوم حاطينها في فرن سخن جدا تحتيه ورقه زبده وخلاص. وممكن نحط بعد كده فحمه بزيت عشان تاخد ريحه الفحم لو عايزين. في اطفال بتموت في الكفته، الكفته بالنسبه لهم حاجه مهمه جدا، دي هنعملها ساده. طيب الباقي ده مثلا هنعمل شويه من غير حاجه كده، دي انا حاطه فيها بيضه كده عشان تنفشها وتبقى حلوه. الباقي هنعمل فيها ايه؟ زي ما هي كده هنتبل البيض ونتبل البقسماط ونعمل كفته بالبيض وبالبقسماط. حلوه برضو البيض والبقسماط دي، برضو من مميزاتها ان هي لو حبه صغيرين قد كده بتعمل لنا كميه حلوه، بتنفش وبتكتر. ماشي نصبع كده الكفته. خلاص كده الكفته متصبعه حلو، بتكش كمان شويه عن كده. نعمل سبعه من دول وبعد الباقي نعمله بانيه. خمسة. ستة. سبعة. خلاص كده ايه عملنا الكفتة. هنعمل ايه بقى في الباقي ده؟ هحط بيضة كمان. في البانيه بقى هحط بيضتين، لان انا كنت حاطه بيضة قبل كده، مع حبة بقسماط بس كده. ماشي هجيب بقى هنا بوله اتبل فيها البيض واحتبل البقسماط بملح وفلفل اسود، ممكن نحط بابريكا كمان، وممكن كمان نحط البقسماط اللي بيبقى متبل جاهز عشان بس هي تبل الحاجه قبل ما اطلع فاصل. هنرجع نصبع الكفته. دول بقى هعمل فيهم ايه؟ هحطهم على ورقه زبده وادخلهم الفرن عشان يستوي، ما بياخدوش ربع ساعه قبل ما بيستوي.
يعني بيستووا بسرعه جدا، وممكن نحطهم في طاسه يعني كل واحد على حسب ما هو عايز. فلفل اسود، ملح، رشه جوزة الطيب، نقطه ليمون، خلاص نطلع فاصل بقى ونرجع تاني. نطلع فاصل ونرجع. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى هنا عاملين الكفتة صوابع بانيه اهي، هنحطها تتقلي والزيت سخن جدا واوطي عليه على طول، وطبعا هنزل كمية فهيبرد شوية من الزيت كده ولا كده. اللحمة المفرومة من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا خالص، يعني السوا بتاعها سريع جدا. معانا سارة. ايوه يا سارة. الو. ايوه يا سارة، ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه يا حبيبتي؟ تمام؟ كويسة الحمد لله يا رب دايما. اتفضلي انا سامعاكي. عايزة طريقة الايس كريم بالمانجا. حاضر حاضر، انا لسه عاملاه بس ممكن انزله اهو الكفتة. بصوا بقى هنا انا بعمل ايه، انا هنا عاملاها صوابع، هنا هعملها زي الطعمية كده برضو، بتبقى ظريفة جدا والولاد بيحبوها. خلاص نعملها كده وناخد بالنا من ده. انا هديت النار خالص عشان تستوي براحتها، والكمية اللي موجودة كبيرة فهتستوي براحتها خالص. ماشي، الايس كريم اهو بتاع المانجا من الحاجات الجميلة جدا، ايس كريم المانجا البيتي انا بحبه جدا صراحة. اعمل كده اتنين كمان وابتدي اشتغل. بصوا عملنا الكفتة بكذا طريقة وكذا شكل. كفتة في الفرن مشوية بزيت خفيف جدا، دهناها كده زيت. كفتة صوابع بانيه اهي زي ما انتم شايفين، وعملناها كمان على شكل اقراص. دي برضو من الحاجات، الاقراص دي جميلة جدا، الاطفال بيتبسطوا منها قوي، وممكن كمان كور. ابتدي اطلعها بقى كده. على فكرة استوت وبقت حلوة جدا، مش من الحاجات اللي بتاخد وقت خالص في على النار، عشان كده قلت لكم حطوها كلها مع بعض عشان النار تبرد تستوي على الهادي، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص. دايما نشيل كده الحاجات عشان لسه هحط تاني. طيب انا قفلت على الزيت خالص ان هو اصلا سخن قوي كده. الكفته الصوابع استوت، هنا عندي الكفته اهي الدواير، هعملها كده حاجه بسيطه قوي في البقسماط.
هعمل واحدة كمان. كده اصفيها كده واحطها تاني. كده اصفيها كده واحطها تاني. احطها تاني. احطها في الزيت السخن. ماشي. الكفته بصوا عليها اللي في الفرن خلاص، يعني عقبال ما نطلع فاصل ونرجع تاني هكون شلتها، عشان ان شاء الله عايزين كمان نلحق نعمل التوست اللي بالجبنه. النهارده انا عامله وصفتين بس عملنا من الكفته وصفتين كمان، عملناها راس كده زي الطعميه بالبيض والبقسماط، عملناها صوابع بالبيض والبقسماط، وعملناها كمان مشويه هنعمل جنبيها طحينه. نعمل دي كده. وفاضل دي. خلاص نطلع فاصل؟ ايه رايكم؟ نطلع فاصل ونرجع نشيل بقى ال الكفته الدوائر دي من الزيت، ونشيل كمان الكفته من الفرن. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. بصوا بقى بشيل الكفته المقليه اهي، في واحده طلعت مكلبوزه قوي اهي كده، عشان خلاص ماشي كده. ايه بالنسبه لي خلصت. طيب هحط الطاسه دي كده. بصوا هنا عملت ايه، هنا حطيت ثوم مع الفلفل الرومي الاخضر والاحمر، ماشي، بفرمهم كويس قوي. خلاص بعد كده بحط الطحينه، ده الصوص بقى او الدريسنج بتاعي بتاع الكفته، سواء البانيه او المشويه. انا طلعتها من الفرن. كمون، كزبره، بابريكا، ليمون، وهيتحط دلوقتي ميه مع ثوم وفلفل. حطيت الليمون، فاضل ايه؟ الميه، لحد ما تبقى مظبوطه. ويفضل دايما في الطحينه نحط ميه دافيه. خلاص معانا ام فرج، ام فرح معانا. ام فرح صباح الخير. صباح الفل، ازي حضرتك عامله ايه؟ انا طيبه يا بنتي. شكرا ليكي يا حبيبه قلبي، شكرا. يقعد عليكي بخير يا رب. يا رب يا رب، كل سنه واحنا كلنا طيبين. حضرتك ايه؟ انت حطيتي في اللحمه المفرومه غير البصل ايه؟ حطيت بيض وحطيت فلفل اخضر واحمر، وحطيت جوز الطيب وبهارات كفته. ده قبل ما نحطها في البقسماط والبيض كده؟ قبل ما نحطها. خلاص وبعد كده هنحط معلقه بقسماط عليها، وبعد كده نحطها بقسماط بيض بقسماط.
يعني بقسماط في اللحمه المفرومه كمان حبه صغيرين. طب شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. اهو الطحينه كده خلاص بقت جاهزه. صراحه الوصفات اللي بنعملها بقالنا كام يوم على قد ما هي بسيطه تفاصيلها كتير شويه، بس كل الناس مبسوطه بيها لانها سهله وبسيطه، ومش بس الولاد اللي هيدخلوا المدرسه، لا الامهات كمان بيعملوها كسناكس كده في البيت. بصوا الكفته خلصت، عايزه اشيلها بس ممكن اعمل دول الاول. بصوا نتفرج بقى الكفته ايه الصوابع. الكفته المدوره. لا خلاص طلعنا الكفته ونشيل دول كده ودول كده عشان نفضي، عشان دلوقتي هنعمل ايه والطحينه اهي بقت جاهزه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الفرنش توست اللي بالجبنه. احنا دايما متعودين على الفرنش توست بالقرفه اللي هو دايما بيبقى الحلو لبن وقرفه. النهارده هنعمله بالجبنه. محتاجين زبده، اي نوع جبن عندنا. انا هنا جايبه 3 انواع، احنا ممكن نحط اي نوع جبن عندنا. بيض وزيتون وملح وفلفل اسود وجوز الطيب. والتوست انا هنا شايله الاطراف بتاعته. خلاص هجيب كده ده وده، احط البيض. لو في لبن بس جيبوا لي لبن، انا حاسه انا محتاجه لبن. هنحط كده 4 بيضات. خلاص هحط جوز الطيب، فلفل اسود. دي بقى ما ينفعش تعمل بالليل، لا دي تتعمل الصبح. هنصحى الصبح بدري كده قبل المدرسه وهنعملها، بس هي مغذيه جدا بالذات للاطفال اللي بيبقوا مش عايزين ياكلوا ولا بيض ولا يشربوا لبن ولا الحاجات دي، فنعمل لهم كل حاجه هنا. كده احضر الطاسه بتاعتي. طيب نشيل دول كده، هجيب الزبده واحطها هنا في الطاسه. وهحط حبه في البيض. خلاص عشان بس بتبقى احلى لما بنحط شويه زبده مع البيض. وهنا هجيب اللبن هحطه. اللبن مفيد مع البيض وبيبقى بيديله اصلا طعم لذيذ قوي. خلاص وهعمله كده وهوريكم طريقتين بقى. هجيب ده اغمسه. استنى اجيب البس جلافز عشان ايه ايدي ما تتزفرش. بصوا هجيب التوست اهو احطه كده. ماشي اكون محضره الجبنه الميكس. واجيب التوستاية التانية واعملها كده واحطها هنا كده. واحدة كمان هحط 4 كده جنب بعض. حطيت ايه؟ بيض، لبن، ملح وفلفل اسود، رشة جوز الطيب. خلاص مع مكعب زبدة على طاسة سخنة ما بتلزقش فيها الحاجة. اهم حاجة انها ما تلزقش فيها.
وهعمل كده قلبتها دي على الناحيتين. هعمل كده برضو. لذيذ جدا، طعمه حلو قوي. هنعمل اتنين كمان قبل ما نطلع فاصل، عشان هرجع صراحة ابتدي بقى اعمل الساندوتشات. الحلقة بتخلص بسرعة جدا لانها فيها تفاصيل كتير. ماشي، هعمل ده. ايه رأيكم نطلع فاصل؟ نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى انا عملت ايه. عملت الفرنش توست المحشي جبنه. كنت نفسي اعمل شكل تاني بصراحه، انا ما لحقتش خالص. كنت عايزه اعمله اللي هو الرول ده. خلاص ده خلصناه، بسيبه يبرد شويه قبل ما احطه في اللانش بوكس عشان ما يعرقش. طيب ده اتبقت واحده كده، قلت ايه اعملها كده لوحدها. شايفين الجبنه دي اهم حاجه، بس الطاسه تبقى ما بتلزقش، بتتاكل كده كرانشي حلو قوي. هوريكم بتتعمل ازاي. بصوا بقى احنا عملت سندوتشات كده في الفاصل، هوريكم عملت ايه. عملتها بالكفته المشويه والبانيه. هنجيب عيش التورتيلا او عيش شامي يعني المتاح اهو. هعمل الاثنين كده مع بعض عشان نخلص، عشان انا لازم اقول لكم باي باي. خلاص هنعمل الاثنين مع بعض اهو. هنعمل ايه؟ هنحط هنا طحينه. الطحينه دي جواها توم، جواها فلفل احمر واخضر بارد، جواها كمون، كزبره، بابريكا. خلاص هنعمل بقدونس كده، الا بقى لو الاطفال ما بتحبش البقدونس. وطبعا في كمان اطفال مش بتحب الطماطم، بس انا بوريكم الطعم الاحلى للساندوتش يعني. خلاص الطماطم اهي. هجيب البانيه اعمله هنا، نسيب حته من كده ونعمله هنا. خلاص كده اهو، وابتدي الفه بالطريقه دي واحطه على النار. طيب ده هنعمل فيه ايه؟ المشوي ده اللي انا بحبه جدا صراحه يعني، كده وكده. طيب وممكن نحط جبن كمان ونحشي بيه ونحطه برضو على الجريل. الجبن كمان هتبقى ظريفه قوي. ينفع بس تونج غير ده؟ عشان ده بس بيفتح العيش. طيب هبتدي بقى احط كده في اللانش بوكس. بصوا بقى هنا في زمزميات للبنات وللولاد اهو. جايبين لهم النهارده اورنج جوس. الاورنج جوس من غير سكر، دايما بقول من غير سكر عشان الولاد تستفيد بال 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 بالفايده الكامله بتاعت البرتقال. هنا اناناس برده من غير سكر. الاناناس بنجيبه فريش وبنعصره. يعني يفضل، انا دايما بقول ان الولاد اقل من 10 سنين يفضل ما يشربوش عصاير فيها مواد حافظه، حتى لو اللي هي بتبقى من غير سكر. يفضل احنا اللي نعمل لهم العصاير في البيت. ما نحطش كتير، كل واحد على حسب ما بيعرف ابنه او بنته
يعني مقدارهم قد ايه في الشرب. هجيب اللانش بوكس، ممكن ابتدي بالفرنش توست ده اجيبه كده. انا عايزه تونج بس لو سمحتوا تاني. بصوا هنقسمها كده عشان تبقى سهله في الاكل بالطريقه دي، ونجيب الكفته المدوره نقسمها كده. بصوا عامله ازاي من جوه، بصوا طريه ازاي وناعمه جدا. هنحطها كده، ممكن نحط بقى زيتون مع خيارتين. خلاص وامسح ايدي عشان احط لهم البسكتس. نحطها في حاجه مقفوله عشان بس ما ايه. خلاص ده كده شكل من اشكال اللانش بوكس. ده شكل. هجيب ده كده بقى اقطعه كده نقلبه. بصوا احلى حاجه في العيش التورتيلا، وعلى فكره العيش اللبناني برضو هيدينا نفس النتيجه الحلوه دي يعني. اوكي هنعمل كده، هقطعهم بالطريقه دي. بصوا شكله انا بحب دي اكتر واحده عشان فيها فواصل كتير مش هتكلف معايا الاكل. نحط اتنين من دول. واحده كده. ممكن نحط هنا الزيتون والخيار ونقفلها كده. شايفين عملتها ازاي اهي. خلاص نقفلها كده. هنا بقى هنحط ايه؟ في هنا شوكليت. في فاكهة. توت، تفاح المتاح. ودايما نعمل حسابنا ان ممكن الاطفال بيحبوا ياكلوا من بعض فنزود شوية في الكمية. خلاص؟ وهنا في البسكتس الاطفال بيحبوه قوي اللي بالزبدة ده. خلاص؟ ون ايه؟ بصوا دي ظريفه جدا جدا. انا دي بصراحه من الحاجات بالذات لو الاطفال صغيرين قوي يفضل نجيب لهم الحاجات اللي بايه اللي بفواصل. نعمل واحد كمان بقى ميكس ما بين ده وده. خيار، زيتون، فلفل. نحط دي كده واحدة من هنا وواحدة من هنا. هنحط دول بقى متقطعين كبار شوية. خلاص ده فرنش توست بالجبنة، عيش تورتيلا محشي، كفتة مشوية مع الطحينة والبقدونس. هنا في كفتة مقلية، هنا في خضار وزيتون وخيار. خلاص بيبقى فيه بقى لانش بوكس صغيرة جدا بتاعة الفواكه والبسكوت. في وقت نعمل واحدة كمان ولا خلاص؟ ماشي ايوه عايزه اعمل واحده كده. طيب بصوا بقى في العصاير
هنا يفضل هنا اللي زي دي نحط فيها ميه، ما نحطش عصير، نحط ميه بكميه حلوه ما نحطش فيها عصير. هنا كوبايه اللبن، التفاحه دايما بقول لما نيجي نقطعها لو هما الاطفال صغيرين قوي نديهم نص تفاحه ونلفها بالاسترس زي امبارح ما عملت، لو هو الطفل كبير ممكن نديله التفاحه زي ما هي كده ونشيل بالمقوار بتاع التفاح الحته دي عشان ايه ياكلها براحته. خلاص هو انا مش لاقيه لانش بوكس رابعه، مش جايبين لي غير ثلاثه النهارده، فخلاص كده احنا النهارده عملنا كفته بانيه، عملنا كفته بانيه حلوه جدا. تعالوا نحط الحاجه كده جنب بعض، ممكن اهو كفته بانيه صوابع، عملناها بالبيض والبقسماط وحشيناها، كانت جواها فلفل اخضر واحمر وبهارات الكفته وجوز الطيب. عملنا كمان كفته مشويه بنفس المقادير، حطينا فيها بس بيضه ومن غير بقسماط ولا حاجه، وحطيتها في الفرن زي ما انتوا شفتوا، حتى اصلا بصوا لونها عامل ازاي اهي، وحطيت عليها نقطه زيت واحده للامهات اللي مش عايزه تاكل ولادها حاجات تبقى مقليه. خلاص، وعملنا فرنش توست بالجبنه زي ما انتوا شفتوا، حطيت عليه بيض ولبن وملح وفلفل اسود وكمان رشه جوز الطيب، على فكره طعمه لذيذ جدا جدا جدا. عملنا كذا نوع ساندوتش بالعيش التورتيلا، واحد بالكفته المشويه واحد بالبانيه، حشيناه طحينه وبقدونس وطماطم. ان شاء الله كده تكون الوصفات عجبتكم، بالهنا والشفا عليكم، واشوفكم بكره ان شاء الله. باي باي.